حدثنا عن أسعار المواد الغذائية. والله صاعدة بسبب الدولار. يعني هسه احنا جانا قبل شوية خبرنا على الدولار صار 150. أيوة هاي المواد كلها تعت صاعدة بسبب الدولار. ولا كل المواد كأسعار ماكو أي صعود بالأسعار. بس احنا متقيدين بالدولار. المواد الغذائية بصورة عامة مرتبطة بالدولار. بالدولار أي نعم كله دولار. كله دولار، احنا نشتري الحاجة مثلا على سبيل المثال ب 8 دولارات نضربها على الدولار 150 140 120 نضربها، ما لنا علاقة بكل شيء. هاي عليه من تنعكس؟ والله هاي طبعا تنعكس على المواطن. يا أخي والله المواطن يعني حقيقة سنة عن سنة تعيه لك. يعني يجي يشتري بطل، يجي يشتري كيلو تمن، يجي بالدوبي مشي أمره. أي والله هاي الواقع هذا وصراحة يعني لازم الحكومة تنتبه على هذا الشيء. الرز مثل البسمك أسعاره بين 40 وجوه 40، يعني هذه أسعاره يعني يبدو من 28 27 إلى 40 هذا البسمك، والزيت يبدو من 45 يعني 45 42 43 هيك. ليش صاعد؟ بسبب ارتفاع الدولار صاعد. يعني يأثر على المواد الغذائية؟ ايه طبعا يأثر. يعني هم يعني بصورة عامة من يشترون مواد غذائية بيش تحسبوها عليش؟ على الورق يحسبوها. ايش قد؟ والله هي احنا مثلا عندنا هذا الدفتر موجود، يعني على الورق تنحسب. يعني احنا اذا ينزل الورق احنا الكل تستفاد، يعني المواطن يستفاد والبائع يستفاد. اي نعم. شلون ينزل الدولار؟ والله الدولار غير هم ينزلوا. منو؟ الدولة غير تنزله. شلون تنزل؟ ها؟ يعني هسه عم بدل ما 149 تسوي مثل قبل، خلي مو 123 خلي تسوي 130 35 يعني شوية أرحم يصير. والله أسعار المواد الغذائية تعرف أنت بسبب الدولار ارتفع، يعني هسه تسديده 150 ألف الورقة، وهذا يأثر بشكل مباشر على المواطن. أصحاب الدخل المحدود جدا يأثر عليهم هذا الموضوع، يعني من ناحية قابليتهم الشرائية. وهذه الورق من كان 140 و138 إقبال كان قوي من ناحية المواطن، بس هسه الورق 150 ألف. برأيك يعني المفروض ايش قد يكون تقريبا سعره؟ والله كسعر تقريبي يعني ويخدم المواطن حدود 130 135، يعني يخدم المواطن بشكل حيل زين. جت فترة نزل 120؟ لا ما نزل. قبل سقوط الموصل كان أقل من هذا السعر، بس من سنة 2017 التحرير وجاي الورق صعد أبد ما نزل. احنا ناخذ الزيت بالشركة ب 34 دولار نبيعه ب 51 ونص، يطلع علينا 50 و800، يعني خلينا بالشغلة، يعني ما تقول كمية يعني كثيرة. وعندك التمن يعني هسا أكثريته عندنا الدولار يصعد، شام 47 48 هسا صار الدولار 49 ونص، يعني حتى يعني تكاثر علينا سعر الدولار. ما يعني المواد الغذائية نفس ما هي يعني أسعارها، وعم بيع البضاعة نفس ما يعني تقول. المفروض ايش قد يكون سعر الدولار؟ المفروض الدولار لازم ينزل يعني على 30 130 135 هذا السعر، ولازم هسه يعني 149 ونص، يعني حيل يعني البضاعة غالية عندنا من وراه. ايش أسباب ارتفاع الدولار؟ أسباب ارتفاع الدولار يعني هم بالصايره في يمهم، يعني ما يمنا احنا البنك المركزي. البنك المركزي ما يضخ عليهم يعني للمحلات، ما محلات المكاتب، واحنا ما قاعد يجينا يعني شلون نقول. اذا ضخ ونزل السعر راح ينعكس عليكم؟ طبعا ينعكس عندنا، واحنا يعني تنزل البضاعه ما لنا همنا ترجع مثل قبل.